بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب وطالبات الصف الأول الإعدادي، مرحبا بكم في قناة درس إنجليزي مع مستر عوض ربيع. الأول بشكر كل من بيتابع قناة درس إنجليزي مع مستر عوض ربيع، واللي بيشوفنا لأول مرة ما ينساش يفعل الجرس ويشترك في القناة عشان يوصله كل يوم ما هو جديد. إن شاء الله النهاردة معانا مراجعة شهر أكتوبر من كتاب الجيم الملحق الجيم. معانا أول صفحة، صفحة 4، بيقول لك choose the correct answer، اختر الإجابة الصحيحة. سلمى always دائما not her best، يعني قصارى جهدها، to do well، هي تؤدي ما عليها in school، في المدرسة. makes تصنع، tries تحاول، takes تأخذ، helps تساعد، tries تحاول. اللي بعده، my friends أصدقائي learn تعلموا how to repair، كيف يصلحوا car engine، محركات السيارة، in the lawn، workshop في الورشة، بنك في البنك، تورنمنت في دورة الألعاب أو الدوري، ولا بارتي الحفلة، يبقى workshop. اللي بعده، the note on the grandma's phone needs محتاج an update، محتاج تحديث. community المجتمع، vacation الأجازة، activity نشاط، software اللي هي البرمجيات software. اللي بعده، don't give not you can do it، تستطيع أن تفعله. التعبير ده شباب كلمة give a give up، يعني give up يتخلى أو يستسلم. اللي بعده، ليلى not up early مبكرا in the morning في الصباح. walk استيقظت، ولا wake تستيقظ، ولا wakes ولا walk. خلي بالك إحنا هنا بنتكلم في صيغة الماضي اللي هي استيقظت خلاص، يبقى التصريف التالي من كلمة wake هو walk. اللي بعده، they didn't know the museum المتحف last Sunday يوم الأحد الماضي. فخلي بالك من كلمة didn't، بيجي وراها الانفينيتيف الفعل في المصدر تبقى visit. اللي بعده، علا is a not of school team لفريق المدرسة، partner زميلة وشريكة، member عضوة، vacation أجازة، mistake خطأ، member عضو. اللي بعده، they take their old newspapers، هم أخذوا المين الجرائد القديمة، to the not center إلى المركز A، sports الرياضي، player اللاعب، workshop الورشة، recycling إعادة التدوير recycling. اللي بعده، عاد not to help يساعد، clean up في تنظيف the park الحديقة. خلي بالك هنا من volunteered يعني تطوعة، ده في الماضي، imagine تخيلة، mention ذكرى، كيكد يعني ركلة، يبقى كلمة volunteer تطوع. اللي بعده، who not with you back to the cinema إلى السينما yesterday بالأمس. خلي بالك من كلمة yesterday من علامات الماضي، فالفعل هنا هنصرفه فين يا شباب؟ في الماضي، يبقى كلمة went. اللي بعده، معنا السؤال اللي بعده، complete the sentence، كمل الجمل دي بالشكل الصحيح ما بين الأقواس. نمبر 1 بيقول لك did عمر not his lost keys، مفاتيحه المفقودة. خلي بالك من كلمة did بيجي وراها الفعل فين؟ في المصدر، فهترجع كلمة found لأصلها ايه؟ find. بعد كده، the train القطار، not late متأخر، at the station المحطة، people الناس were angry كانوا غضبانين. فهنا بنتكلم برضو في صيغة الماضي، فكلمة arrived دي تبقى ايه؟ arrived. اللي بعده، my father Abby was busy، كان مشغول yesterday بالأمس. He not many emails، وعمل ايه ايميلات؟ كتب، كتب في الماضي، في الفعل ده غير منتظم، يبقى wrote. اللي بعده، what not the children play last Friday، فكلمة last Friday من علامات ايه يا شباب؟ الماضي، في الفعل المساعد معناها طبعا هيبقى did. اللي بعده، him do not at the club اللي في النادي yesterday بالأمس. فهنا جايب لك verb to be، يعني محتاج هنا was يا اما where. هند دي مفرد، تاخد was ولا تاخد where؟ تاخد was، وهو عايز هنا النفي تبقى wasn't. بعد كده يا شباب، معانا صفحة 7، مراجعة على الدرس الثالث والدرس الرابع من الوحدة الأولى. choose the correct answer، اختر الإجابة الصحيحة. number 1، بيقول لك in ancient Egypt، في مصر القديمة، people الناس go، كانوا بيذهبوا to the temples، إلى المعابد، to لكي pray، يعني هنا فريسة، ولا pray يصلوا، explain يشرح، ولا discuss يناقش، pray. اللي بعده، منال spent all afternoon، قضت طوال المين وقت الظهيرة، not the videos الفيديوهات، for the project من أجل المشروع،
predicting تحمي, giving تعطي, editing تحرر وتعدل, looking تنظر, editing. اللي بعده تنوات discovered اكتشف a hidden catacomb يعني سرداب للموتى مخفي in the desert في الصحراء, cooker اللي هو الطباخ والبوتاجاز آسف, archaeologist عالم الآثار ولا دكتور الطبيب ولا فارمر الفلاح archaeologist. اللي بعده please من فضلك نقط my cat القطة بتاعتي while بينما I am away أنا بعيدا, walk around يمشي ويتجول ولا cut away يقطع, look after يعتني بي ولا find out يكتشف يبقى look after. اللي بعده I always دائما نقط to the library in المكتبة after school بعد المدرسة when I was young عندما كنت صغيرا. فهنا بنتكلم في صيغة الماضي معنا الفعل المساعد طبعا هيبقى معنا يا شباب went. السؤال اللي بعده how often كم مرة نقط she go تذهب for a walk last vacation. فكلمة last هنا من علامات زمن الماضي الفعل المساعد معنا طبعا هيبقى ايه did. اللي بعده the teacher مدرس was very not and explained وشرح the math problem مشكلة ميم الحساب, كان useless بلا فائدة, lazy كسول, special خاص ومميز ولا helpful متعاون helpful. اللي بعده فاضل نقط his ideas الأفكار بتاعته to the class إلى الفصل, presented قدمه, prayed صلى, notice لاحظة, pure دفن يبقى presented. السؤال اللي بعده I like بحب to not online عبر الإنترنت to watch لكي أشاهد funny videos أفلام فيديو مرهقة, on the computer edit يحرر, go يذهب, predict يحمي, give يعطي يبقى يدخل على الإنترنت اسمها يا شباب go online. السؤال اللي بعده she received يتلقت a not gift هدية A from her grandmother من جدتها on her birthday في عيد ميلادها, special خاص ومميز ولا weak ضعيف ولا useless بلا فائدة ولا bad سيء يبقى special خاص. بعد كده معنا السؤال الثاني complete كمل بالشكل الصحيح لما بين الأقواس. معنا أول سؤال بيقول لك لميا often غالبا not pictures الصور when she was at school عندما كانت في المدرسة. فهنا بنتكلم في صيغة الماضي عشان عندك وز الجنب التاني هنا يبقى هنا الفعل هنا فين يا شباب في الماضي يبقى كلمة بنتت. اللي بعده my sister أختي not ever drank تشرب كوفي. خلي بالك من التعبير ده اللي هو غالبا أو بصعوبة أو بالكاد اسمه hardly ever يبقى hardly تبقى يا شباب hardly. اللي بعده I not add spices food باكل طعام متبل, I didn't like it at all أنا ما بحبش ده على الإطلاق. فهنا كلمة always دائما نخليها إيه never ever. النقطة اللي بعدها my friend صديقي sometimes أحيانا not to bring لكي يحضر his lunch الغداء بتاعه so I shared أنا أشارك my lunch الغداء بتاعي with him معه يبقى الماضي من forget هو forgot نسى. النقطة اللي بعدها I not my family عائلتي and friends أصدقائي in the museum in the summer vacation في الأجازة الصيفية. فخلي بالك من ظروف التكرار, قلنا ظروف التكرار بتيجي قبل الفعل الأساسي وبعد الفيرب to be هو هنا عندك فعل أساسي يبقى نعكسها ونقول often helped. بعد كده شباب معنا صفحة 10 مراجعة على الدرس الخامس والدرس السادس من الوحدة الأولى complete the following dialogue كمل هذه المحادثة ناصر and نبيل are talking about بيتكلموا عن their summer vacation عن الأجازة الصيفية. فبيقول له يا ناصر how are you نبيل كيف حالك يا نبيل. واحد بيسألك يا شباب بيقول لك كيف حالك, بتقول له ايه I am fine أنا بخير I am fine nice to see you again سعيد إن أنا شفتك مرة ثانية. فناصر قال له are you happy أن أنت سعيد to be back أن أنت عدت to school إلى المدرسة, يقول له أكيد yes. خلي بالك كده أحول الـ U دي إلى I فحول الـ R إلى am يبقى yes I am. yes I am I am pleased أنا مسرور to see my friends again. سأل سؤال قال له I helped out أنا ساعدته at a local community في المجتمع المحلي project في المشروع, ما هي الأنشطة اللي أنت عملتها يعني ما الأنشطة what activities did you do in your vacation.
بعد كده شباب قال له What did you do on that project؟ ماذا فعلت في المشروع ده؟ قال له We cleaned up، نحن نظفنا لتر القمع. رجع سأل سؤال، قال له I planted، أنا بالنسبة لي بقى زرعت كثير من الأشجار في الشوارع. كان بيقول له إيه What about you؟ What about you؟ وماذا عنك؟ بعد كده قال له جملة، قال له The lesson الدرس is about time to start، إن أنت تبدأ. يبقى let's go، هيا نذهب to the class. Let's go to the class، هيا نذهب إلى مين؟ إلى الفصل. بعد كده معانا choose the correct answer، اختر الإجابة الصحيحة. It's important، من المهم to work hard، إن أنت تعمل بجد to not success، تعمل إيه عشان النجاح؟ achieve، تحقق وتنجز. Practice، تمارس. Focus، يركز. Connect، يعني يتصل أو يواصل. يبقى achieve، يحقق وينجز. اللي بعده، Hannah was young، كانت صغيرة جدا. However، ومع ذلك she became، أصبحت top، القمة of the women's world، في للمرأة أو للنساء. Opponent، خصم. Goals، أهداف. Ranking، المرتبة أو التقدير. والهيلز، يبقى ranking. اللي بعده، I not notes، الملاحظات. In class، في الفصل. To remember، لكي أتذكر. What the teacher says، ماذا قال المدرس. خلي بالك من كلمة notes، يبقى اسمها make notes. يعني make notes، يعني يسجل ويدون. اللي بعده، my father، أبي. Sometimes، أحيانا. Not stories، قصص. In his free time، في وقت الفراغ بتاعه. In the past، في الماضي. فكلمة in the past فين يا شباب؟ في الماضي. يبقى الفعل هنا هنصرفه في الماضي، يبقى root. اللي بعده، When did you not shopping؟ فخلي بالك من كلمة did. did بيجي وراها ايه؟ الانفينيتيف، الفعل في المصدر، يعني فعل بدون اضافات، يبقى كلمة ايه يا شباب؟ go. النقطة اللي بعدها، they not hard، بجد، to achieve، لكي يحققوا their dreams، احلامهم. كلمة stop، يتوقف. explain، يشرح. come، يأتي. work، يعمل. يبقى work hard، يعني يعمل بجد. النقطة اللي بعدها، رامي بلايد أجينس، بيلعب ضد سترونج، إيه قوي. in the match، في المباراة. فيكتور، انتصار. تالنت، موهوب. أبنت، خصم. تورنمنت، يعني دوري، يبقى أبنت. اللي بعده، my sister، أختي، talk a lovely، أخذت إيه جميل. for her drawing، للرسم. in school competition، في المسابقة المين المدرسية. جيرني، رحلة. award، جائزة. attention، انتباه واهتمام. ranking، مرتبة، يبقى awarding. بعد كده، عام has really not reading، في القراءة. so he practices، بيمارس it a lot، كثيرا. with his teacher، مع مدرسه. difficulty، صعوبة. rest، اللي هو يستريح. ولا quality، سمة وصفة. ولا speed، سرعة. difficulty، really صعوبة فين؟ في القراءة. بعد كده، Hannah not Egypt's youngest، الأصغر. ever، على الإطلاق. national champion، بطلة قومية. in 2019، become، خلي بالك احنا بنتكلم هنا في صيغة مين؟ الماضي. فالفعل كلمة become ده في الماضي تبقى ايه؟ became. بعد كده يا شباب، معنا صفحة 12، عندنا كده ميني ايه؟ ميني تستس. تمام؟ معنا السؤال الاولاني، complete the following dialogue، كمل هذه المحادثة. خالد and عمر are talking about، بيتكلموا عن the activities، الانشطة، زي ده بيفعلوها. فخالد بيقول له هاي عمر، what did you do yesterday، ماذا فعلت بالامس. فقال له هاي خالد، قال له حاجه، قال له فوتبول، يبقى انا هنا لعبت كره القدم. يبقى يقول له ازاي، I played football with my friends، لعبت مين، كره القدم مع اصدقائي. قال له did you win the game، هل انت فزت باي لعبه. مش عارف اقول له، لما يبص على اللي بعدها قال له we lost، نحن فقدنا. يبقى هو لم يفز، يبقى no we didn't، no we didn't. قال له did you watch a film last night، هل انت شاهدت فيلم الليله البارحه. يقول له yes i did، yes i did. بعد كده قال له سؤال، قال له i watched، شاهدت toy story، قصه اسمها ايه، قصه الالعاب. فكان بيقول له ايه، which one، which one، أي واحدة، did you watch، أي واحدة، did you watch.
بعد كده سأل سؤال قال له yes I enjoyed it أنا استمتعت بها كثيرا يبقى did you enjoy it. بعد كده معانا السؤال رقم 2 complete كمل بالشكل الصحيح لما بين الأقواس. Number 1 بيقول لك the teacher مدرس نقعد زي لسن الدرس clearly بوضوح جدا so we all understood well نحن فهمنا جيدا. فهنا بنتكلم في صيغة الماضي يا شباب بالفعل اللي بين قوسين ده نصرفه في الماضي يبقى كلمة explained. اللي بعده grandparents الأجداد not watched شاهدوا online videos أفلام مين عبر الإنترنت they didn't have internet ما كانش عندهم إنترنت يبقى عكس كلمة always اللي هو جايبها لك ده يبقى كلمة never. اللي بعده why did you not late فكلمة did يا شباب جورا الفعل فين في المصدر يبقى رجع كلمة أصل كلمة came إلى come. اللي بعده I not happy yesterday فكلمة yesterday من علامات الماضي أصبحت هنا كلمة didn't هنا صحيحة بس كلمة didn't ما فيش وراها فعل فما تنفعش هنا هنا محتاجين هنا يا إما verb to be was يا إما where one فيها ال I طبعا يا شباب هتاخد إيه was تبقى هنا إيه wasn't. بعد كده يا شباب معانا مراجعة على الوحدة التانية الدرس الأول منها معانا صفحة كام في الملحق بتاع الجيم صفحة 14 choose the correct answer اختر الإجابة الصحيحة. Number 1 بيقول لك علي and نرمين celebrated احتفلوا they're not with a big party بحفلة كبيرة service خدمة outfit زي مناسب ولا marriage اللي هو الزواج ولا shopping التسوق marriage. اللي بعده the computer not helps us ساعدنا share files نشارك مين الملفات network الشبكة ولا ميديا وسائل التواصل ولا مسج رسالة ولا reception الاستقبال أو المراسم network. اللي بعده the not asking us سألنا أو طلب مننا to smile إنها نبتسم to take a good photos لكي نلتقط صورة جيدة paper الورق wedding حفل الزفاف contract عقد الزواج photographer اللي هو المصور photographer. اللي بعده the not wore ارتدى a classic black sweat بدلة سوداء كلاسيكية for the wedding لحفل الزفاف guest الضيف groom العريس outfit اللي هو مين الزي المناسب ولا event الحدث يبقى groom. اللي بعده my dog الكلب بتاعي موز بيحرك نوع ديلو when it is happy عندما يكون سعيد فكلمة dog هنا غير عاقل فصفات الملكية بتاعته تبقى its. النقطة اللي بعدها this car has this سيارة belongs to Sammy إلى سامي and هان هما الاثنين واحد it's إنه يبقى هنجيب أبوستروف إس لمين للاثنين ولا أبوستروف إس لهاني وسامي مع بعض يبقى كلمة سامي and هان يبقى أبوستروف إس لمين يا شباب للاثنين مع بعضهم لو حطيت هنا أبوستروف إس للاثنين مع بعضهم ده معناه لدي سيارة وده لدي سيارة. بعد كده ومن النساء لايك بيحب تو وير انهم يرتدوا سينجلز الاشياء ميد اوف مصنوعه من البلاستيك ولا الجولد الذهب ولا جفت الهديه ولا ثوب الشوربه يبقى جولد الذهب. اللي بعده ماي مام امي وونت هاف ماتش تايم ما عندهاش وقت نوت هير هوبيز الهوايات فكلمه دونت هاف ليس لديها هوايه لي يعني كلمه فور. اللي بعده بيقول لك we met the teacher نحن قابلنا المدرس in the not room في حجرة مين المدرس ولا المدرسين حجرة المدرسين فأصبح هنا المدرسين هنا جامعة فهنحط لها بس فقط أبوستروف تبقى teachers. اللي بعده I used to visit كنت معتاد إن أنا أزور my not at the weekend في نهاية الأسبوع when I was in Egypt عندما كنت فين في مصر relatives أقارب gifts هدايا contracts العقد ولا windows النوافذ يبقى relatives الأقارب. السؤال اللي بعده يا شباب معانا complete كمل بالشكل الصحيح لما بين الأقواس. Number 1 بيقول لك not toilets دورات المياه are over there فكلمة من هنا رجال رجال دي جامعة تمام آخرها S لا مش آخرها S يبقى هنا هنحط لها أبوستروف S الملكية تبقى كلمة men's. اللي بعده my not name is فريال فكلمة هنا فريال دي إيه أنثى يبقى هنا مام مام مش آخرها إس يبقى عندنا هنا أبوستروف إس تبقى مامز.
اللي بعده I don't like اللي أحب نوع new job الوظيفة الجديدة. I will look for another one. فهنا بنتكلم بصيغة ال I. فهنا صفة الملكية بتاعتها يا شباب كلمة my. اللي بعده the family العائلة enjoyed استمتعت نوعا. vacation بالأجازة الصيفية بتاعتها on the beach. فخلي بالك هنا الفاميلي هنا جامع. تمام؟ يبقى صفة الملكية بتاعتها زير. بعد كده زياد and Amir father is in hospital في المستشفى. يبقى هنا نحط أبسط الاسم لمين؟ لأمير. يبقى هو أمير أخو مين؟ زياد. بعد كده شباب معانا صفحة 17 الدرس الكام؟ الدرس الثالث والدرس الرابع من الوحدة الثانية. يقول لك choose the correct answer اختر إجابة صحيحة. being أن تكون not is very good behavior أن تكون سلوكك جيد. عنقين غير طيب horrible فظيع. honest أمين. useless بلا فائدة يبقى honest أمين أو صادق. بعد كده مها politely بشكل مؤدب جدا. not more ice cream after dinner بعد العشاء. كلمة هنا studied درست. illustrated يعني شرحت. featured ذهبت وأحضرت. requested طلبت يبقى featured. آسف هنا requested يعني طلبت. اللي بعده I always دائما not the phone الهاتف when it is rings عندما يرن at home في المنزل. answer يجيب ويرد. بي يدفع. buzz يعني يدخل. fly يطير يبقى answer. اللي بعده my sister أختي kept her box حافظت على الكتب بتاعتها نوع good condition في حالتها الجيدة by using باستخدام أكفر غطاء لها يبقى in. اللي بعده not teacher المدرس gave us إدنا homework to do لكي نفعله over the weekend نهاية الأسبوع. فهنا خلي بالك هنا من كلمة مين يا شباب؟ المدرس بتاعنا. يبقى هنا صفة الملكية بتاعتنا يبقى our. اللي بعده the not bowl الإناء is empty فارغ جدا. it needs محتاج food الطعام. هو هنا جايب لك في الاختيارات كلمة dog. تمام؟ يبقى هنا dogs أبوستروف اس. بعد كده scientists والعلماء like بيحبوا to travel إنهم يسافروا to not new places الأماكن جديدة. explain يشرح. explore يستكشف. teach يذهب ليحضر. carry يحمل. explore. النقطة اللي بعدها ويشور ينبغي علينا يوز نستخدم not transport وسائل المواصلات هي to help عشان نساعد زي environment البيئة. true صحيح أو حقيقي. polite مهذب. honest أمين. public عام وخاص. آسف public عام public. اللي بعده I met أنا قابلته and talked وتكلمت to عادل إمام not person شخصيا يعني in person. اللي بعدها will you not these box هذه الكتب for me please. في كلمة will يا شباب بيجي وراها الفعل فين؟ في المصدر تبقى كلمة carry من غير إضافة. اللي بعده complete كمل the sentence كمل الجمل دي بالشكل الصحيح يعني ما بين الأقواس. بيقول لك not sister أختي and I like to read بنحب نقرأ البوكس الكتب together. يبقى طالما بيتكلم عن نفسي I يبقى أكيد أختي أنا تبقى my sister صفة الملكية بتاعتها. not friends الأصدقاء are coming at in over for a party الحفلة she will meet them سوف تقابلهم. هنا بنتكلم مع مين يا شباب؟ she يبقى صفة الملكية بتاعتها طبعا مين؟ her. بعد كده the not desk المكتب is at the front of أمام the classroom حجرة الفصل. يبقى هنا مين المكتب بتاع المدرس بتاعنا يبقى teacher. فهنا مفيش آخره S يبقى نحط له هنا أبوستروف S. بعد كده can you not on the lights الأنوار. فكلمة كان يا شباب بيجي وراها الفعل فين في المصدر يبقى شيل الإضافات اللي واجبها لك تبقى هنا switch. بعد كده Mona goes بتذهب to a good not school لمدرسة مين البنات. فمدرسة البنات دي آخرها يا شباب S يبقى هنا نحط لها أبوستروف فقط. بعد كده معانا صفحة 20 الدرس الخامس والدرس السادس من الوحدة الثانية. معانا complete كمل the following dialogue كمل هذه المحادثة. بيقول لك نادي wants to go يريد أن يذهب to the beach إلى الشاطئ. فنادي بيقول هاي مصطفى what do you want to do today تحب تعمل إيه النهاردة. قال له هاي نادي I am not sure. لسه متأكد. Where do you want to go? إلى أين تريد الذهاب؟ يقول له I want
to go to the beach. أنا أريد أن أذهب إلى الشاطئ. فقال له when should we go to the beach؟ متى ينبغي علينا الذهاب إلى الشاطئ؟ نقول له we should ينبغي علينا go at 10 a.m. 10 صباح. Can you ask أحمد to join us؟ ممكن تطلب من أحمد هو ينضم لنا؟ هيقول له sure بالتأكيد مفيش مشكلة. Sure no problem. Sure no problem. فيقول له what should we bring with us؟ ماذا ينبغي علينا أن نحضر معنا؟ قال له we should bring لازم نحضر معنا towels الفوطة sunscreen كريم للوقاية من أشعة الشمس and some food وبعض الطعام. سأل سؤال قال له I want to stay أنا عايز أبقى until حتى the evening المساء. يبقى كم المدة اللي هنقعدها؟ يبقى how long كم المدة؟ Do you want to stay؟ بعد كده قال له سؤال قال له we can play volleyball نستطيع أن نلعب كرة مين؟ الطائرة. يبقى نقول له what games ما هي الألعاب can we play there؟ بعد كده شباب معنا السؤال الثاني choose the correct answer اختر الإجابة الصحيحة. Number one بيقول لك the test الاختبار was not but ولكن I did my best لكني بذلت قصارى جهدي. Implied غير مهذب polite مهذب difficult صعب easy سهل difficult صعب. اللي بعده نجوى dealt تعاملت مع the problem مشكلة quickly بسرعة. في كلمة dealt تعاملت بيجي مع حرف الجر يا شباب was. Please من فضلك not to the message إلى الرسالة سوء لاحقا. Chat يدردش reply يرد test يختبر deal يتعامل reply. السؤال اللي بعده the not car had an accident كان لديه حادثة. في كلمة policeman policeman اللي هي رجال الشرطة تمام هنا جامع يبقى جامع نحط له يا شباب أبوستروف اس الملكية يبقى عندنا كلمة policemans. اللي بعده happy birthday عيد ميلاد سعيد to me إليه. It's your not birthday إنه عيد ميلادي أنا طالما بتكلم عن نفسي يبقى my. اللي بعده the puzzle اللغز was a fun كان متعة نقط for the whole family كل العائلة. Nature الطبيعة challenge التحدي foreign منتدى ability قدرة challenge. بعد كده النقطة اللي بعدها many people كثير من الناس came at to not my sister أختي because بسبب she pays her exam لأنها اجتازت مين الامتحان. Congratulate يهنئهم chat يدردشهم continue يستمر test يختبر congratulate. النقطة اللي بعدها we not with people مع ناس who can't talk لأن نستطيع أن نتكلم in sign language بلغة الإشارة. Share نشارك focus يركز pass يمر ويكتاز communicate يعني يتواصل communicate. النقطة اللي بعدها my best friend أفضل صديق لي and I have many things لدينا كثير من الأشياء not common اللي بيجي مع حرف common common يعني شائع ومنتشر يبقى in common. النقطة اللي بعدها سلمى and Ashley know عارفوا that not friendship الصداقة was real حقيقية and meaningful لها معنى. يبقى احنا بنتكلم عن اتنين يبقى صفة الملكية بتاعتهم يا شباب كلمة زير. بعد كده شباب معنا صفحة كام 22 عندنا ميني تيست كده على unit 2 complete the following dialogue كمل هذه المحادثة. Rose is asking Rana for some help بعض المساعدة تمام. فروز بتقول لها can you help me ممكن تساعديني with my homework قلت لها yes of course. سألتها سؤال قلت لها I need محتاج help مساعدة with this math problem يبقى كان بيقول لها كان بتقول له ايه أو بتقول لها how can I help you كيف أستطيع أن أساعدك. بعد كده قلت لها جملة رجعت قلت لها سؤال تقول لها كير يلا نبدأ let's start doing it let's start doing it. هترجع تسألها سؤال يا شباب تقول لها you can start نستطيع أن نبدأ doing it by adding بإضافة these two numbers بإضافة مين الرقمين يبقى كيف نستطيع أن نفعل هذا
يبقى how can I start doing it؟ بعد كده هتقول لها can you check if I did it right؟ هل ممكن تفحص ان ده ممكن يكون صحيح؟ تقول لها sure no problem، مفيش مشكلة. Sure no problem، مفيش مشكلة. بعد كده هتقول لها thank you، شكرا. واحد بيشكرك فتقول له اكيد يا شباب، تقول له ايه؟ العفو. يعني العفو؟ you are welcome، على الرحب والسعة. You are welcome. بعد كده معانا complete the sentence، كمل الجمل دي بالشكل الصحيح لما بين الأقواس. بيقول لك men's clothes، ملابس الرجال، often غالبا cheaper، أرخص من than not women. فكلمة women هنا جامعة بس ما فيش آخرها s، بنحط لها يا شباب أبوستروف s تبقى women's. These are not pencil cases، المقلمة بتاعت مين؟ نيلي and سالي. يبقى هما الاثنين مع بعض ولا كل واحدة لوحدها؟ كل واحدة لوحدها. يبقى نيلي's، يبقى نحط لها أبوستروف s، and سالز. بعد كده you are sitting، انت تجلس on the knot case، على مين؟ مفاتيح مين؟ المدرس. he wants them، يبقى teacher، يبقى نحط الابوستروف يا شباب قبل الاس، يبقى teacher. بعد كده I need محتاج to find منال، ان انا اجد منال. I took not the jacket by mistake، انا اخدت الجاكيت بتاعها، فكلمة هنا بنتكلم عليها هي تبقى here.